بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدروس. نتكلم أولا عن سورة الفاتحة. قبل أن نبدأ في هذه السورة، لماذا ندرس التفسير؟ لو قال لنا قائل لماذا ندرس التفسير؟ يعني ما السبب لدراسة تفسير القرآن الكريم؟ لأن القرآن كلام الله، وقال الله سبحانه وتعالى ليدبروا آياته، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكيف يكون هذا القرآن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وأمرنا بتدبره، ثم بعد هذا لا نفهم كلام الله؟ وهذا إشكال. يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن أكثر ما يكون يعني من الإشكال في سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، فلا بد تصحيح قراءة هذه السورة، حفظ هذه السورة ولا بد، ومعرفة معناها. أما أن نقرأ القرآن ولا يجاوز تراقينا، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إذا كان القرآن يقرأ عليك ولا يؤثر فيك ولا يزيد من إيمانك، فأنت على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، أي خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أي كتب التفسير نقرأ؟ لأن عندنا إشكال الآن، البعض يقول أنا لو أقرأ في كتب التفسير الآن هذا يأخذ مني وقت طويل، وبعض الأحاديث أجدها تحتاج إلى تحقيق، أجد أحيانا أشياء من الإسرائيليات كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ نقول لابد ترجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رجعنا للعلماء، أرشد العلماء رحمهم الله تعالى إلى تفسير مختصر واضح، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه مختصر واضح، ألفاظ سهلة يفهمها كل أحد، المؤلف معروف، أيضا هذا التفسير فيه العمل بالقرآن، وهذا الذي نحتاج العمل بالقرآن. حتى يقول أحد الدكاترة، أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية، يقول في أول طلب للعلم سمعت هذا الكلام عن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، يقول لكن كنت يقول أقرأ بسبب الدراسة والمشايخ والدروس، يقول كنت أقرأ في كتب التفسير المطولة، القرطبي والطبري، وأقرأ في ابن كثير، وأقرأ في الجلالين، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا. يقول الآن بعد أن من الله علي سبحانه وتعالى وأصبحت أستاذ دكتور في التفسير، عندما أقرأ في كتب التفسير في آية واحدة مثلا، يقول أرجع إلى تفسير ابن سعدي، أجد تفسير ابن سعدي جمع كل ما في هذه التفاسير بكلام مختصر، ويقول ليتني عكفت على هذا التفسير المختصر في أول الطلب. ثم أن الطالب يبدأ دائما بالمختصرات قبل المطولات. عندنا إشكال، بعض الناس يقول أنا لا أحب القراءة، ما أحب القراءة، القراءة صعبة علي، أريد حل. نقول سهل جدا، يوجد في هذه الأيام التفسير الصوتي للقرآن، يعني كأن ابن سعدي يقرأ عليك التفسير وأنت تستمع، وأنت ماشي في السيارة تسمع آية سورة في الطريق كذا، والله
لو بدأت بإذن الله فترة وجيزة وتجد أتممت هذا التفسير بإذن الله سماعا في الأوقات الضائعة عندنا في السيارات وكذا. إذن ننزل هذا مثلا على أجهزتنا، تنزل التفسير الصوتي للقرآن وتستمع للتفسير، لكن لا تبدأ بسورة البقرة، خطأ. لا تبدأ بالسور الطوال، لا، تبدأ بالسور التي تشوقك إلى التفسير. في أنت الآن مبتدئ في التفسير، وفي الغالب الشيطان لا يريد منك أن تتدبر القرآن، صحيح؟ ولهذا عندما نقرأ القرآن، لماذا نستعيذ؟ الآن عندما نقرأ القرآن، قبل قراءة القرآن يجب على قارئ القرآن أن يستعيذ قبل القراءة، صحيح؟ لماذا؟ ممكن هذا الأخ إذا خرج ورأى مرأة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صحيح؟ نعم، لأن الشيطان يوسوس له. طيب الآن أنا في عبادة أريد أقرأ القرآن، لماذا أستعيذ؟ هنا الاستعاذة هنا أهم من الاستعاذة هناك. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد منا أن نتدبر القرآن، ولهذا وجب على من أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ. طيب نبدأ بالسور التي تشوقنا للتفسير، لابد من التشويق الآن حتى تأتي وتستمع إلى التفسير كاملا. مثلا تبدأ بسورة القصص، لماذا؟ لأن فيها القصص. تبدأ بسورة الكهف، لأن السورة هذه تتكرر في كل جمعة. بسورة مريم رضي الله عنها مثلا، لأنه قصة مشوقة، مفهوم؟ أي نعم. تبدأ بسورة الفاتحة، تبدأ بقصار السور من الزلزلة إلى الناس، ثم ترتقي شيئا فشيئا. قرأ الإمام جزاه الله خيرا مثلا في الصلاة آيات، مجرد ما تنتهي الصلاة تخرج وتسمع إلى تفسير هذه الآيات. سمعت كلمة ولم تفهمها في القرآن، تبحث عنها. إن شانئك، تقول ما معنى شانئك؟ أي مبغضك، وعلى هذا تمشي، وبهذا تعرف كلام الله. والله عيب أننا نعرف اللغة الإنجليزية ونعرف المصطلحات ونعرف الآن في الطرق إذا يعني ممنوع الوقوف اللوحات الإرشادية نعرفها، أما كلام الله لا نعرفه؟ ما يمكن. ليتدبروا آياته. طيب بعد هذا ذكرنا أن القارئ قبل أن يبدأ بالقراءة يستعيذ، يقول أعوذ، ألتجئ واعتصم بالله لا بغيره، من الشيطان، خرج عن طاعة الله، الرجيم. لماذا سمي بهذا الاسم بالرجيم؟ لأنه يرجم، يرمي بني آدم من وجهين، بالشبهات والشهوات. فعندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يرجم بني آدم، فتستعيذ بالله لا بغيره، والاستعاذة هنا بغير الله شرك أكبر. يرجم بني آدم من طريقين، شبهات وشهوات. الشهوات صغائر وكبائر، والشبهات بدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. أو سمي بالرجيم لأنه طرد من رحمة الله، مرجوم أي مطرود من رحمة الله، وصح الجمع بين القولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله، تبسمل الآن. بسم الله هنا جار ومجرور. الجار والمجرور يقول العلماء رحمهم الله تعالى في اللغة العربية أن الإنسان لا يستطيع أن يقول بالقلم ويسكت، في المسجد ويسكت، صحيح؟ نعم، على الكرسي ويسكت. لابد هناك متعلق، يقول كتبت بالقلم، جلست في المجلس، في المسجد أو على الكرسي، صحيح؟ هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل، محذوف، متأخر، مناسب. متعلق بفعل، محذوف، متأخر، مناسب. متعلق بفعل
يعني هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم جملة فعلية لا اسمية. لماذا جعلناها جملة فعلية ولم نجعلها جملة اسمية؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يقول هذا: بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أتوضأ، بسم الله أدخل إلى المسجد، بسم الله آكل. نعم، تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الإسمية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، الرحمن على عرش استوى، إثبات لله سبحانه وتعالى، استواء حقيقي لجلالة عظمته. نعم، إذن قلنا الجار المجرور متعلق بفعل محذوف حذفناه وجعلناه مناسبا، لم نجعل هذا الفعل المحذوف فعل واحد، لا، مناسب حتى تستشعر. يعني لا يمكن أن تكون الجملة بسم الله أبدأ، هو ما يستشعر لا، لكن هنا أقول بسم الله أتوضأ، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أدخل إلى دورة المياه مثلا، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، يستشعر، جعلناه مناسب حتى يستشعر. فجار مجرور متعلق بفعل محذوف متأخر. لماذا متأخر؟ لماذا لا نقدم الفعل؟ قلنا جلست في المسجد، لماذا ما نقدم الفعل؟ أخرنا الفعل وقدمنا بسم الله، بسم الله أتوضأ، حتى لا يتقدم على اسم الله شيء، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. نعم. الثاني، إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. أتينا الآن في الفاتحة تقول إياك نعبد، قدمت المعمول على العامل، تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، لكن عندما قدمنا لله لا لغيره حصر. فعل جار ومجرور متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. تقول بسم الله، الله، الله هو المألوه أي المعبود، محبة وتعظيم، خوف ورجاء. أو أن اسم الله سبحانه وتعالى هذا لم يسمى بأحد، لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. الله مرجع لكل الأسماء. تقول قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. عند النداء في الله لا تحذف الألف واللام أصلية. اسمع معي، تقول يا حي يا قيوم، صح، تحذف الألف واللام من الحي والقيوم. أما عندما تقول يا الله لا تحذف الألف واللام. إذن عندنا في لفظ الجلال الله أمور خمسة: هو المألوه المعبود، محبة وتعظيم، قيل أن اسم الله الأعظم لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، الألف واللام لا تحذف عند النداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة العامة بكل الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن صفته والرحيم فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد هذا تقرأ هذه السورة، أي سورة الفاتحة، تسمى بأسماء، من أسمائها سورة الفاتحة. لماذا تسمى بهذا الاسم؟ سميت بالفاتحة لماذا؟ افتتح بها المصحف، يفتتح بها المصلي الصلاة، يفتتح بها الخطباء. الخطيب الآن عندما يصعد ويخطب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم، كذلك إن الحمد لله قريب من سورة الفاتحة. وتسمى أم الكتاب، أم القرآن. ما معنى هذا؟ كل ما في القرآن موجود في هذه السورة: التوحيد،
التحذير من الشرك، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة، النار، الإسلام، الإيمان، الإحسان، التحذير من الضلال، التحذير من مشابهة المشركين، التحذير من الفرق الضالة، الاجتماع وعدم الفرقة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، الجمع بين الشرع والقدر، كل ما في القرآن في هذه السورة. ولهذا تسمى أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، لأن من سبع آيات. والصحيح أن البسملة ليست من الفاتحة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لا، الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم، تسمى أيضا بماذا؟ تسمى الرقية. قال: وما يدريك أنها رقية. وتسمى الصلاة كما ذكرنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم، هذه السورة يذكر فيها العلماء رحمهم الله تعالى يعني أشياء كثيرة جدا. قد تقول: يعني من أين تأتي هذه الأشياء ومن أين تأتي هذه الفرق؟ هذه بركة القرآن. يعني مثلا عندنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية واحدة استنبط منها هذه الآية العلماء فوائد كثيرة. بل لا يوجد كتاب مؤلف في الأسماء والصفات إلا ولا بد فيه هذه الآية. أي نعم. طيب، تقول: الحمد، أي كل المحامد لله، الاستغراق، كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله ليس كجنس الحمد لغير الله. لله اللام للاستحقاق والاختصاص، الحمد لله لا لغيره. وإذا قال العبد الحمد لله، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. والحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، لا الثناء. لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. الحمد لله رب، الله هو الرب. وتربية الله سبحانه وتعالى لعباده تربية لما يقوم به البدن، وتربية لما يقوم به الروح، وهذا أعلى تربية، تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. تربية لما يقوم به البدن، ماذا؟ خلق الخلق ورزق الخلق، الخلق والرزق، هذا تربية. وتربية إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذه أعظم تربية. فالله سبحانه وتعالى هو الرب. إذا كان هو الرب لابد أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال: الذي خلقكم. إذا كان هو الخالق إذن هو الرب، وإذا كان هو الرب لابد أن يعبد. تقول: الحمد لله، أنا أحمد الله. لماذا؟ لأنه هو الرب. كأنك تقول: أنا أعبد الله سبحانه وتعالى لأنه هو الخالق. فالخالق هو المستحق للعبادة. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. الحمد لله لماذا؟ لأنه هو رب العالمين. رب العالمين، ما سوى الله، كل ما سوى الله مخلوق. إذا ما يوجد خالق إلا خالق واحد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فإذا قال العبد الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. هذا فيه أن الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. وذكرنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة العامة، ذو الرحمة الخاصة، صفته فعله الرحمن الرحيم. مالكي، وفي قراءة ملكي يوم الدين، ويصح أن يقرأ الإمام مر بهذا ومر بهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك. ملك
ومالك. قد يكون عندنا ملك من ملوك الدنيا، لكن هذا الملك ناقص. قد يكون ملك ولا مال لديه، نعم صحيح، دولة فقيرة، وقد يكون له مال لكن ليس بملك. فالله سبحانه وتعالى ملك ومالك، لكن ليس كملوك الدنيا، ملك تام، نعم، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فالله ملك ومالك يوم الدين. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل، الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. على العمل: إن الدين عند الله الإسلام. وملك يوم الدين على الجزاء، يوم الجزاء والحساب. طيب، الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين وكل الأيام، صحيح؟ أي نعم، الأيام خمسة، الأيام خمسة إجمالا: يوم في العدم قبل أن تخلق، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في القبر، واليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاعتبار على أنه آخر الأيام الخمسة، هذا اليوم يوم الدين. لماذا خص هذا اليوم بالذكر، اليوم الآخر، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين؟ لأن هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فيه الجزاء والحساب. إذن هذا فيه التحذير من الجزاء والحساب، أن هناك جزاء وحساب، إذن لابد أن نعمل. إذن هذا معناه أن هذه الدنيا ليست دار عمل، لا، ليست دار جزاء، هي دار عمل. والآخرة ليست دار عمل، هي دار جزاء، بخلاف ما يظن بعض الناس، يريد الدنيا دار جزاء. يقرأ الفاتحة، نعم، إذن لابد يفهم أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، إذن لابد يستعد، يحتاط. نعم، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، مجدني عبدي. نعم، هذا هو القسم الأول من السورة. نريد أن نقسم السورة على ثلاثة أقسام. نعم، في الحديث على قسمين، نرجع للحديث ولا نتعدى الحديث، لا إشكال، لكن نعتبر هذا قسم وهو التوحيد. نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. انتهينا من القسم الأول. ثم تقول ماذا؟ إياك أعبد. الأصل أن تقول إياك أعبد، أنا وحدي، صحيح. الآية: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد. الأصل أن تقول هذا. لماذا كانت الآية إياك نعبد؟ لماذا؟ حتى تعلم أن من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع، كأنك تقول نجتمع يا رب على عبادتك ولا نتفرق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. عندما يقرأ الإمام يصلي يقول إياك نعبد، صادق، نجتمع يا رب على عبادتك. إذن لابد من الاجتماع للافتراق. إذن هذه السورة فيها وجوب اجتماع الأمة على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى 73 فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال: الجماعة. الدليل: إياك نعبد، نجتمع يا رب على عبادتك، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، نجتمع على شريعة واحدة، نعم، نجتمع على رسول واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، صلاة واحدة، نعم، معتقد واحد، إياك نعبد. وقلنا هنا قدم المعمول على العامل، الأصل أن يقول نعبدك، قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله. إذا من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك شركا أكبر. نعم، كل من صرف شيئا من العبادة لغيره فهو مشرك كافر. والدليل: إياك نعبد. تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر، لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا فيه الجمع بين الشرع والقدر، ورد على الجبرية والقدرية، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك تقول فاعبده وتوكل عليه. تقول أجمع بين أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء وعلم كل شيء، ومع هذا أعمل. أجمع بين العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. تقول يا رب أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علمت كل شيء يا رب، وكتبت في اللوح المحفوظ ما هو كائن، ومع هذا أعمل وأحسن الظن فيك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هنا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول يا رب أجمع بين العبادة والاستعانة، لا أكون من الجبرية ولا أكون من القدرية، لا أنكر القضاء والقدر، أؤمن بالقضاء والقدر وأعمل وأجمع بين الشرع والقدر. خلي هذا بالله، فأجمع بين الشرع والقدر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصف كتاب التدمرية في هذا، في إياك نعبد وإياك نستعين، نصف كتاب جمع بين الشرع والقدر. إياك نعبد وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، لو ترفع هذه. إياك نعبد وإياك نستعين يعني نجمع بين العبادة والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. متى جاء الدعاء؟ هنا بعد ماذا؟ إذن من أسباب إجابة الدعاء، من المستحبات في الدعاء ماذا؟ الثناء على الله، توحيد الله أولا قبل الدعاء، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أي نعم. تؤمن بالقضاء والقدر، نعم. تحسن الظن في الله، ولهذا جاء هنا الدعاء بعد الثناء على الله، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد الافتقار إلى الله، بعد الجمع بين الشرع والقدر. الآن يأتي الدعاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول تدبرت وتأملت الدعاء، وجدت أن أفضل دعاء في القرآن، وأفضل دعاء في القرآن اهدنا الصراط المستقيم. هذا أفضل دعاء، اهدنا. هل الهداية هنا؟ نحن نعرف أن الهداية تنقسم إلى هدايتين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. دلالة وإرشاد تبيين وتوضيح، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بشرط أن يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. وهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يملكها أحد من بعده أصلا، إذا كان لا يملكها غير من باب أولى. هداية التوفيق، الدخول أو الخروج من هذا الدين، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي هداية تريد هنا؟ هل تريد هداية الدلالة والإرشاد أو تريد هداية التوفيق؟ عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا أردت هداية الدلالة والإرشاد، هذا معناه أنك تريد أن تكون كاليهود، تعلموا ولم يعملوا. وإذا أردت هداية التوفيق دون الدلالة والإرشاد، تريد أن تكون كالنصارى. إذن أي هداية أريد؟ هداية الدلالة والإرشاد، أن يدلني الله على الطريق المستقيم ويوفقني إلى سلوكي. إذن أطلب هدايتين، دلني ووفقني إلى سلوكي. قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني وسددني. أين في السنة اهدني وسددني؟ في القرآن أين؟ اهدنا الصراط المستقيم، مفهوم؟ أي نعم. اهدنا الصراط، صراط مهيأ مذلل واسع مستقيم. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد،
وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب الطرق هو الطريق المستقيم. صراط من؟ الصراط يضاف إلى الله سبحانه، لأنه هو الذي وضعه لنا، صراط الله، أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض العلماء يقول هذه الآية فيها الإشارة إلى خلافة الصديق، فيها الإشارة إلى خلاف في الفاتحة، أين؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والصديقين، إذن المرتبة الثانية الصديقين، وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه. إذا هذا فيه فضيلة فضل الصديق والإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. اهدنا الصراط المستقيم، قلنا الصراط يضاف إلى الله إن هو الذي وضعه لنا كما قال سبحانه وتعالى صراط الله، أو يضاف إلى من يسلك هذا الطريق من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اهدنا الصراط المستقيم. ثم هنا بيّن الله سبحانه وتعالى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ما كان عليه السلف الصالح. ثم التحذير والاستعاذة من أن نكون من الفرق الضالة. إذن حذر من الفرق الضالة، حذر من اليهود، من النصارى. إذن هذه السورة فيها أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كفر كفرا أكبر، كائنا من كان، يهودي، نصراني، مجوسي. نعم، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن به يهودي ولا نصراني، ثم لا والله قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، إذن دين باطل، من الذين أوتوا الكتاب يهود ونصارى، توراة وإنجيل، نسخت كل شريعة كانت قبل، غير المغضوب عليهم. نحذر أن نكون من هؤلاء. إذن حذرنا الله من الفرق الضالة، حذرنا أن نقع في غضب الله، غير المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم. نعم، غير المغضوب عليهم اليهود ومن وافقهم، تعلموا ولم يعملوا. فيه التحذير من ترك العمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ولا الضالين الذين ضلوا عملوا بلا علم، فكل من يعمل بلا علم يقع في هذه الآية، وافق النصارى. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بإجماع الأمة، أجمعت الأمة على أن التأمين، قول آمين ليس من الفاتحة، ولهذا لا تكتب آمين في المصاحف. ولم يثبت التأمين أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة، يعني هذا يقرأ في غير الصلاة الفاتحة لا يؤمن، يؤمن فقط في الصلاة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يؤمن في غير الصلاة يطالب بالدليل. وبإجماع الأمة أن التأمين ليس من الفاتحة. تقول آمين أي اللهم استجب، أي اللهم استجب، هذا أقل ما يقال في تفسير هذه السورة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هل نحن عندما نقرأ هذه السورة نتدبر هذه المعاني أو شيء منها؟ في الغالب لا، لو تدبرنا لحصل لنا خير كبير. إذن هذه السورة سبع مثاني وفيها كل ما في القرآن، حتى ذكرنا لكم أن فيها إشارة لخلافة الصديق، أنواع التوحيد الثلاثة، مستحبات الدعاء، الثناء على الله، توحيد الربوبية موجب لتوحيد الألوهية. نعم،
حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، الجمع بين الشرع والقدر، التحذير من الفرق الضالة، وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، الاجتماع للافتراق، الإيمان بالقضاء القدر، مراتب الإيمان بالقضاء القدر الأربعة، كفر من صرف شيئا من العبادة لغير الله، وفيها وفيها تتعب وتخرج فوائد من هذه السورة لا تنتهي. أركان الإسلام، الإيمان، الإحسان، كل هذا موجود في هذه السورة. فنتأمل ونتدبر، ماذا نصنع؟ من اليوم تبدأ وانت تقرأ الفاتحة تستشعر، وانت ماشي تقرأ وتستحضر، تسمع تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، وتبدأ تسأل. لأن من أسباب تذكر العلم السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. مفهوم السؤال والجواب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ بهذه الأمور حتى نغير مجالسنا الآن. يعني نستطيع في مجلس كما الآن، يعني قد يعني تقول ممكن ربع ساعة فسرنا الفاتحة الحمد لله، نستحضر، نراجع، أثبت عندنا تفسير الفاتحة، ثم بعد هذا تمشي بعد سورة الفاتحة عندنا آية الكرسي. آية الكرسي سميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله كما مر معنا في الحديث، حديث أبي رضي الله عنه. أي آية في كتاب الله أعظم؟ القرآن يتعاظم من حيث المعنى والتأثير، لأنه بعض الآيات تؤثر عليك غير ما يؤثر البعض الآخر. لكن القائل واحد سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله. آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي. قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، أولا هذه السورة أريد جواب سريع، كم فيها من أسماء الله؟ كم؟ لا ما أريدك تقرأ، إذا معنى هذا أن احنا ما نستحضر. فيها خمسة: الله والرحمن والرحيم، صح، والعلي والعظيم. لا، الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. نعم، خمسة أسماء. طيب، قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الله ثمرت. متى تقرأ هذه السورة؟ متى تقرأ؟ أدبار الصلوات المفروضة، عند النوم. ما الفائدة؟ ما الفائدة من قراءة هذه الآية عند النوم؟ من قرأها في ليلة، قرأها وحده في ليلة، لم يزل عليه من الله حافظا ولا أقربه الشيطان حتى يصبح. ومن قرأ دبر كل الصلوات لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. آية واحدة، شوف كم لها من الفضل. طيب، قلنا متى تقرأ وفضل هذه السورة وسبب التسمية. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله، قلنا المألوه المعبود محبة وتعظيم، الله لا إله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. تخلية قبل التحلية، نفي وإثبات، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. تقوم شهادة أن لا إله إلا الله على ركنين، نفي وإثبات. هذه هي حقيقة التوحيد. لو سألك أي سائل ما حقيقة التوحيد، تقول الجمع بين النفي والإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله. تقول زيد قائم، أثبتت القيام لزيد، لكن يمكن أن يكون مع زيد مشارك في المسجد قائم، صح؟ لكن لو قلت لا قائما إلا زيد، أثبتت القيام لزيد ونفيت أن يكون معه مشارك، إذن أفردت زيد بماذا؟ بالقيام. ولهذا عندما نقول التوحيد هو إفراد الله، إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. الله لا إله،
نفي جميع ما عبد من دون الله، أكفر بجميع ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله والله عبادته باطل. الله لا إله إلا هو، إثبات إلا الله، تخلية قبل التحلية. الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. وهذا فيك الكمال الذاتي، القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، هذا فيه الكمال السلطاني. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن، الحي حسن وكمال ذاتي، والقيوم حسن وكمال سلطاني. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. ويقال أن اسم الله الأعظم الحي مع القيوم، وتكرر في القرآن في كم موضع؟ في 3 مواضع، في آية الكرسي هنا، وفي أول سورة آل عمران، وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كمال ذاتي وكمال سلطاني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة، السنة النعاس مقدمات النوم، النوم نوم. هناك عندنا أشياء لا يمكن أن تعرف إلا بلفظها، وهذا مريح لطلاب العلم. ما هو النوم؟ يقول نوم. ما هو الغضب؟ يقول غضب. ما هو الحب؟ حب. لا أستطيع أن أفسر لك هذه الكلمة إلا بلفظها. أفضل شيء لو تتعب في الغضب ما تجد أحسن من قولك غضب، والحب حب، والبغض بغض، والنوم نوم. ومريح هذا لطلاب العلم، ارتاح من بعض التعريف. طيب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، في الصفات المنفية عن الله، ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بكمال. وطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، يعني طريقة القرآن الصفات الثبوتية قليل كثيرة، والصفات المنفية قليلة، لأن المدح والكمال ما يكون إلا بهذا. ما يمكن تأتي لحاكم للسلطان وتقول أنت لست بزبال ولا خائن ولا غشاش ولا كذاب، ممكن يقتلك، صح؟ تفصل له في الصفات الثبوتية، ولله المثل الأعلى، والقرآن كان على هذا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مفهوم؟ إذن الصفات المنفية قليلة مقابل الصفات الثبوتية. طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. نقول نفى الله عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، سيأتي معنا في سورة الإخلاص، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الوالد والولد لكمال غناه، كمال أحديته وصمديته. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله وقوته وقدرته وعزته. لابد في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، له تقديم ما من حقه التأخير. أصل الكلام ما في السماوات وما في الأرض لله، قدم دليل على الحصر، عموم ملك الله سبحانه وتعالى، ملك ومالك، قلنا في سورة الفاتحة، له لا لغيره، له ما في السماوات، كل ما في السماوات وما في الأرض، ملك لمن؟ لله، عموم ملك الله سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أولا، هذه الآية فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وفيها أن ملك الله ملك كامل، وملك ملوك الدنيا ملك ناقص. لماذا؟ لأن ملوك الدنيا قد يدخل عندهم من يشفع في أناس وهو لا يريد هذه الشفاعة، هذا الملك، صح؟ وهو لا يعلم الغيب، ف
فما يتبين له إلا بعد أن يدخل هذا ويشفع ثم يرد الشفاعة، صح؟ لكن الله سبحانه وتعالى له ملك كامل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إثبات الشفاعة أن حق لله، وإثبات أن لا أحد يستطيع أن يشفع حتى يأتي الإذن من الله، والله سبحانه وتعالى لا يأذن لهذه الأصنام أن تشفع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. الشفاعة يقسم العلماء رحمه الله تعالى الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: مثبتة ومنفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. الشفاعة فيما يقدر عليه المخلوق تصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. الشفاعة المثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، تطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، جمعت في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، عامة لكل موحد، للنبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة عليهم السلام، للصالحين، لكل موحد، حتى الأفراط الأطفال يشفعوا. الشفاعة الخاصة ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى في أهل الموقف، الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، الشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح لدخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح له، وأول من يدخل من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني أكون منهم. الشفاعة العامة لكل موحد، الشفاعة في رفع الدرجات، الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها، الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل التوحيد والإخلاص، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه يبتقي بذلك وجه الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم عموم علم الله، يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، عموم علم الله. الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي، ولا يحيطون بشيء من علمه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في غيب علم الغيب عنده. إنكار هذا العلم كفر، وادعاء هذا العلم كفر. نثبت علم الغيب لله، وادعاء علم الغيب كفر. إذن لابد أن نثبت هذا العلم لله، وادعاء هذا العلم كفر أكبر. نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما علمنا الله سبحانه وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، عموم علم الله سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهذه المخلوقات تدل على وجود الخالق واحد مدبر سبحانه وتعالى، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. الكرسي فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين. وسع كرسيه السماوات والأرض، وقلنا هذه المخلوقات عظيمة تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذا هو الشاهد في ماذا؟ في أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا أقرب الشيطان حتى يصبح. هذا الشاهد في الآية. ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده صفة منفية، أي أن هذا الأمر ليس بعظيم على الله، لا يثقله لكمال قدرته وقوته وعزته. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي.
علو في الذات، علو في الصفات. أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات الأدلة الإجمالية عليه خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب تنوعت أدلة الكتاب بإثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة القولية الفعلية التقريرية، بل السنة المتواترة، جاءت لإثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. الإجماع أجمعت الأمة، من خالف الإجماع كفر. الفطرة، كان أحد الأساتذة يتكلم بكلام يريد ينفي صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى، فقال له أحد الطلاب، قال: أخبرنا يا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. الآن الفقير يدق عليك زجاج السيارة، قل أعطيني، من دون كلام هكذا، إيش تقول له؟ ما تكلمه، تصنع كذا، صح؟ تقول: لا إله إلا الله. عندما تسجد تقول: سبحان ربي الأعلى، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يخافون ربهم من فوقهم، ربنا الله الذي في السماء. زينب رضي الله عنها تقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. علو العقل والفطرة، يستحيل يأتي عاقل إلا ويثبت لله كل صفة كمال، ومنه العلو. بل بعض علماء أهل السنة يركز على هذه الصفة، صفة العلو. لماذا؟ لأنه بإثبات صفة العلو لله تثبت لله سبحانه علو في الذات وعلو في الصفات، معنى هذا تثبت كل الأسماء والصفات. ولهذا أفرد بعض العلماء بعض المؤلفات في العلو، كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى: علو في الذات، علو في الصفات، وهو العلي العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة. نكتفي يا شيخ، كم باقي على الأذان؟ طيب، بعد هذا نتكلم عن سورة الإخلاص، سورة تسمى بسورة الإخلاص. سبب التسمية بسورة الإخلاص، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لسببين والله أعلم. لأنها تخلص قارئها من الشرك. إذا وسوس لك الشيطان، وخاصة في ذات الله، من العلاج قراءة سورة الإخلاص، تخلص قارئها من الشرك. الثاني، سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الله. هذه السورة القرآن فيه خبر عن الله، وهذا لا يخلو منه آية، هذا أشرف ما في القرآن، وأحكام وقصص. هذه السورة ليس فيها لا أحكام ولا قصص، فيها خبر عن الله، ولهذا سميت سورة الإخلاص. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أقسام: خبر عن الله وأحكام وقصص، فهي اختصت بهذا، كانت تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. تعدل ثلث القرآن في الجزاء، في الأجر لا في الإجزاء. الشيخ عبد العزيز اعتمر في رمضان، وعمره في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا: الحمد لله، سقطت عنك حجة الإسلام. يقول: لا، تعدل في الجزاء في الأجر، ولا تسقط عني عمرة حجة الإسلام، صحيح؟ أي نعم. إذن القرآن بهذا الاعتبار يقسم إلى ثلاثة أقسام. متى تقرأ؟ في سنة الفجر، سنة المغرب، هي وقل يا الكافرون، في الشفع والوتر، في سنة الطواف، نعم، في أدبار الصلوات المفروضة، أذكار الصباح والمساء، صحيح، عند النوم. لماذا نقرأ
الإخلاص مع قل يا الكافرون في سنة الفجر وسنة المغرب في الشفع والوتر. تبتدئ أول النهار بالتوحيد، قل يا الكافرون الألوهية، قل هو الله أحد ربوبية أسماء الصفات، تقول كأنك تفتتح أول النهار بالتوحيد وأول الليل بالتوحيد، تختم الليل بالتوحيد، تختم النهار بالتوحيد، قيام تختمه بالتوحيد، الطواف حتى ترد ما كان عليها للجاهلية وتتذكر أنهم في هذه الأماكن كانوا يعبدون الأصنام وكذا، تفرد الله سبحانه وتعالى. نعم، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل هو الله المألوه المعبود محبة وتعظيم، أحد واحد في ربوبيته في ألوهيته في أسماء والصفات، قل هو الله أحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلاق في حوائجها، قام بنفسه وقام غيره به، الذي لا جوف له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، صفات منفية، ولم يولد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس الوالد والولد والزوجة لكمال أحديته وصمديته وكمال غنى سبحانه وتعالى. الولد في الغالب يشبه الأب، الأب في الغالب يحتاج إلى الابن إذا كبر. نعم، والله سبحانه مستغني عن الوالد والولد والزوجة، ونسبة الولد أو الوالد أو الزوجة إلى الله كفر أكبر، نسأل الله العافية والسلام. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا مكافئ، وشبيه ونظير ومثيل لكمال غناه وأحديته وصمديته سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.